للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله المطوع. أستاذ عبد الله، بداية عظم الله أجركم بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولو من كلمة تود ذكرها في مآثر فقيد الأمة وللعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. نعزي أنفسنا في البداية ونسأل الله سبحانه وتعالى واسع رحمته ومغفرته لقائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه. يعني مثل ما تابعتم قبل قليل انتهت مراسم تشييع جثمانه قبل قليل في مسجد الشيخ زايد سلطان بن زايد الأول، والكل شارك بحزن في وداع هذا القائد الاستثنائي، قائد التمكين كما وصفه الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، الذي كان يحرص منذ تسلمه ولاية العهد أيام المؤسس الراحل الشيخ زايد طيب الله ثراه إلى راحة المواطن والسعي إلى تحقيق سعادة المواطن. اليوم المواطن الإماراتي وصل إلى مصاف الدول العالمية والرقم 1، وهو الأسعد من بين دول المنطقة. لم يأتي ذلك من فراغ، بل كانت رؤية ثاقبة وضعها المؤسسون وأكملها فقيد الأمة العربية والإسلامية بل العالم الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه، ومن ثم يعني وضع بين نصب عينيه راحة المواطن. كانت جميع اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، وأنا شخصيا حضيت في أحد اللقاءات مع فقيدنا الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه، كان يسعد دائما في تحقيق إنجازات المواطن في دولة الإمارات، إنجازات دولة الإمارات. احنا كنا في زيارات متعددة ل سموه طيب الله ثراه، وكان أبناء دولة الإمارات محققين عدد من الإنجازات كانت رياضية وعلمية وأخرى. كان يسعد ودائما يحث على تحقيق المزيد من ذلك. اليوم الحمد لله دولة الإمارات على الصعيد المحلي والدولي وفي جميع المجالات كانت الاقتصادية والسياسية أو العسكرية الحمد لله يشار إليها بالبنان. هذا كان نتيجة أو حصاد عمل سياسي لقيادة الشيخ خليفة طيب الله ثراه. اليوم شاهد الكل ينعي فقيد دولة الإمارات، ويعني يشارك حزن دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات بنفس الشعور من الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصولا إلى دول مجلس التعاون العربي الشقيق. نعم، مملكة البحرين شريك وشقيق استراتيجي منذ قيام اتحاد دولة الإمارات من أيام مغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، وحتى اليوم وغدا ومستقبلا بإذن الله. الشيخ خليفة جميع اللقاءات كان قريب من المواطن في فرحه في حزنه في جميع المناسبات أيام ما كان وليا لعهد أبو ظبي، ومن ثم خلفا لخير سلف بعد ما كان رئيسا لدولة الإمارات وحتى اليوم. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة ويزيع عنا خير مثل ما شار الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد في كل زاوية في كل ركن من أرجاء دولة الإمارات. الشيخ خليفة له بصمة. الشيخ خليفة أسس مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وصلت أعمالها لأكثر من 90 دولة. أنا كصحفي شاركت في تغطية عديد من المشاريع والاستغاثة العاجلة الإنسانية لكثير من الدول العالم دون النظر إلى عرقه أو ديانته أو جنسه، وهذا نهج حقيقة ثابت لدى حكومة دولة الإمارات ومترسخ، وعزز ذلك القيادة الرشيدة
الشيخ خليفة بن زايد طيب الله وطره. نعم، من إمارة أبو ظبي الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله المطوع، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.